تعرض المنتخب الوطني الجزائري في مباراة الأمس الحاسمة أمام منتخب الكاميرون إلى ظلم تحكيمي كبير من طرف الحكم الغامبي بكري غاساما. وحسب الصحفي الجزائري حمزة كحلوش، فإن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قامت اليوم بطلب احتجاج لدى الفيفا، ولكنهم لا ينتظرون شيئا كبيرا بسبب عدم وجود أدلة تثبت تلقي الحكم لرشوة. وفيما يلي شروط إعادة المباراة في حالة وجود أدلة دامغة ضد غاساما: أولهم تقديم طعن من طرف الفاف، طعن في شخص الحكم وحكم الفار الألمان. أما الخيار الثاني فإن الطعن يجب أن يكون مصحوبا بأدلة دامغة على وجود نية من الثلاثي بمساعدة الكاميرون. أما بالنسبة للصور والفيديوهات عن اللقاء، هي أخطاء وليست أدلة دامغة، هي أمور يمكن أن تكون خطأ غير مقصودا بحسب الفيفا. فيما توردت أنباء عن التحاق محمد روروة إلى مقر الاتحادية الجزائرية قادما من جنيف السويسرية في انتظار التأكيدات إلى غاية هذه اللحظة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.